هكذا والله يقول مسكين وما تستاهل. نعم. وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائره السوء الايه. نعم. قال ابن القيم ويشرح الان ابن القيم نعم رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله في الايه الاولى فسر هذا الظن بانه سبحانه لا ينصر رسوله. هذا في غزوه احد. هذا كلام اهل النفاق ان الله سبحانه وتعالى لا ينصر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وان امره سيضمحل. وفسر بان ما اصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بانكار الحكمه وانكار القدر وانكار ان يتم الله امر رسوله صلى الله عليه وسلم. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. لكن هكذا لابد من التمحيص وابتلاء حتى تعلم الصحابه اثر المخالفه والمعصيه. نعم. ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدين الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله أكثر الناس الآن بدأ في كلام على الناس أكثر الناس نعم. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم. فيما يختص بهم يقول لماذا لا أكون أنا رئيس الدولة؟ لماذا فلان هو رئيس الدولة؟ نعم. وفيما يفعله بغيرهم ولا يسلم من ذلك إلا من يسلم الله. اللي يعرف الله سبحانه ويرضى بالقضاء والقدر. نعم. ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا يعتني الله. بهذا الباب ويتوب إلى الله ويستغفر تمام ويضم بمن السوء بنفسه ويقول وقل يا نفس مأوى كل سوء أترجو الخير من ميت بخيل. كل ما بك من نعمة وتقوى وصلاح واستقامة وهداية ومحافظة على الصلوات فتلك مواهب الرب الجليل. نعم. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتوب الى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرايت عنده تعنتا على القدر وملامه له وانه كان ينبغي ان يكون كذا وكذا فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل انت سالم فان تنجو منها تنجو من ذي عظيمه والا فاني لا اخالك ناجيا. يعني لا اظنك ناجيا. نعم. باب ما جاء في منكر القدر. يعني الكفر الاكبر في من انكر القضاء والقدر. نعم. وقال ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. نؤمن ونصدق ونسلم أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء، ثم تحسن الظن في الله تقول أن الله سبحانه وتعالى اختارني بأن أكون من أهل السعادة، أسأل الله لي ولكم من فضل وأسعى لها سعيها وأنا مؤمن. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. نعم. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال نعم لأن وقعت بدعة القدرية. نعم. وهذا خطر السماع لأهل الباطل والنظر في بعض الرسائل من
ممن يتبع المتشابه يترك المحكم. نعم. فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. إذا ردوا عليه بالدليل حتى تنتهي الشبهة. نعم. باب ما جاء في المصورين، يعني في عقوبة المصور. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة أخرجاه. نعم، تحداهم الله سبحانه وتعالى. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهبون بخلق الله. إما أشد الناس عذابا في هذا الباب أو الأشدية نسبية. نعم. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. التكليف بما لا يطاق عذاب. نعم. ولمسلم عن أبي هياج قال قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها. ولا الطمس للصورة يكون بإزالة معالم الوجه. نعم. ولا قبرا مشرفا أي مرتفعا إلا سويته على ما على السنة أولا بأن نرفع القبر مقدار شبر ويسنم ويوضع عليه حجر أو حجرين. نعم. ويسوى بما حوله من القبور، يعني ما يمكن نضع على حجر على قبر عشرة أحجار مثلا وعلى القبر الآخر حجرين. الذي يدخل المقابر يقول إلا لهذا مزيد. نعم. ولا قبرا مشرفا الا تدع صورة الا طمستها ولا قبرا مشرفا الا سويته على السنة وتسوي بما حوله. نعم. باب ما جاء في كثرة الحلف. كثرة الحلف تدل ان ليس في قلب الحالف شيء من تعظيم الله، ولا بد ان نعظم الله سبحانه وتعالى ولا نكثر من الحلف الا عند الحاجة. واحفظوا ايمانكم بألا تحلفوا، واحفظوا ايمانكم بان الانسان اذا حلف يفي، واحفظوا أيمانكم بأنه إذا لم يفي يكفر، فإخراج الكفارة دليل على حفظ اليمين. واحفظوا أيمانكم بأن لا تحلفوا إلا بالله. إذا حفظ اليمين ابتداء بأن لا تحلف، وسط تفي، انتهاء أن تكفر إذا لم تأتي باليمين، وأن لا تحلف إلا بالله. وقول الله تعالى واحفظوا ايمانكم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقه للسلعه ممحقه للكسب اخرجاه. نعم، في البيع والشراء لا تحلف. نعم. وعن سلمان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم اشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري الا بيمينه ولا يبيع الا بيمينه رواه الطبراني بسند صحيح. الاشيمط هو الذي اختلط سواد شعره ببياض، يعني كبير في السن. نعم. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون. يشهدون ولا يستشهدون يعني شهداء زور أو دليل على تسرعهم في الشهادة. نعم. ويخونون ولا يؤتمنون وينظرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. ليس معنى هذا أن السمين ليس بمؤمن، لا، لكن هذا فيه إشارة إلى اشتغالهم بالدنيا. نعم. والمآكل والمشارب عن الآخر. وفيها عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادة. يعني لا يبالي باليمين، يشهد قبل بعد ما في إشكال. نعم. قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. لماذا؟ حتى يتربى الصغار على حفظ اليمين. نعم. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول أن الآن أنت تطبق التوحيد في السراء وفي الضراء، حتى إن كان هذا ظالم محارب لك وقال يريد منك المصالحة والسلم تعطيه، فتطبق التوحيد في السراء وفي الضراء وحتى مع المخالف. نعم. قال وقول الله تعالى وأوفوا لأنهم قالوا له عندما قال لهم يعني أنه لا يأخذ
إلا ما أمره الله ولا يقيم فيهم إلا الشريعة. قالوا له بهذا قامت السماوات والأرض. نعم. وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية. وعن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغزوا بسم الله، قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تنذروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم. نعم، يعني الأخذ بأقل الأمرين ضررا. نعم. باب ما جاء في الإقسام على الله، يعني هنا التألي على الله وتحجر سعة فضل الله، يقول والله لا يغفر الله لفلان، هذا ليس لك. الله سبحانه وتعالى قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إن قد غفرت له وأحبطت عمله. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. السلام. نعم. باب لا يستشفع بالله على خلقه، يعني يجعل رتبة المخلوق أعلى من رتبة الخالق، ما يمكن. نعم. عن جبير بن مطعم قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك أتدري من الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد، وذكر الحديث. رواه أبو داود. يعني لا يجعل رتبة المخلوق أعلى من رتبة الخالق. نعم. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. قلنا لم يحمي التوحيد فقط، بل حمى التوحيد، حمى هناك الأفعال في الباب السابق اللي جاء حماية جناب التوحيد، وهنا حمل أقوال. قالوا له: أنت سيدنا، قال: السيد الله تبارك وتعالى. نعم. فإحنا عندنا العوام إذا تقول له سيد إيش يقول؟ يقول سيدك مولاك. صح. نعم، السيد الله يعني. نعم. عن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بن عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا، فقال: السيد الله تبارك وتعالى. يعني السيد الذي كمل في سؤدده، كمل في ربوبيته، في ألوهيته، في أسماء وصفاته. نعم. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا، فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن الناس قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي. أعلى منزلة أنه عبد لا يعبد رسول أو كذب عليه الصلاة والسلام. نعم. باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا آخر قسم في الكتاب وآخر باب في الكتاب، ختم به المؤلف رحمه الله تعالى كأنه يقول لك: مهما تتعلم وتعمل وتعتقد لابد أن يكون هذا العمل فيه نقص. سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أو لأن بعض الناس ممكن يقتر يقول: أنا درست كتاب التوحيد وأنا موحد وأرض اشتدي ما عليك قدي. لا،
مهما تفعل لابد عملك يكون في نقص. أو أراد الله أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن الكفار يسبون الله سبحانه وما قدر الله حق قدره، وأنت موحد لابد تفرد الله بالتوحيد وتنذر عن الشرك. نعم. أو أن المؤلف رحمه الله إما قلنا يغتر أو ينظر إلى حال الكفار. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حضر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحضر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الآية. وفي رواية مسلم: الجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية البخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعة: يطوي الله السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ثم يطوي الأرضين السبعة، ثم يأخذهن بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في طرس. وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. عظم المخلوق يدل على عظم الخالق سبحانه وتعالى. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله، قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، قال: وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام، وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. نعم. وبهذا ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالتوحيد، آمين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.